نحن أهالي وعشائر وادي خالد نستنكر هذا الانفجار الذي طال الضاحية الجنوبية، كما أننا نؤكد أن ثقافة وادي خالد ليست دموية بل ثقافة اعتدال وتسامح وتعايش سلمي، كما أننا نحن أهالي الضحية نستنكر جريمة النكرة، وقد أعلمنا الأجهزة الأمنية باختفاء قطيب الساطع من 12/12/2013، ونؤكد بأن ولدنا لم يكن ينتمي لأي جهة حزبية أو دينية، هو شخص معتدل سلوكياته وطالب جامعي بسنة ثانية ويستعد للسفر إلى فرنسا لمتابعة تحصيله العلمي. لذلك نحن نطالب القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية بالتحقيق العادل والشفاف ليصار إلى تبيان الحقيقة الكاملة. ملاحظة أن الفتى قتيبة الصاطم لا يجد قيادة السيارات، وكما نتساءل نحن عن وجود هويته دون أن تتأذى في جثته المتفحمة، وهل يعقل أن يحمل الإرهابي هويته في جيبه؟ كيف لفتى قتيبة أن يتحرك بحريته بسيارة مفخخة داخل مربع أمني لحزب الله مجهولة منه تماما؟